يطيب لي أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظهم الله إلى الشعب المغربي، كما نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا الزلزال، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويحفظ شعب المملكة المغربية الشقيق من كل سوء. كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لأخي معالي السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على دعوته الكريمة لزيارة بلدنا الشقيق المملكة المغربية، كما أشكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. الحضور الكريم، تأتي زيارتي الرسمية الأولى لوزير حج إلى المملكة المغربية الشقيقة، وهذا انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية الأخوية وامتدادا للتعاون المستمر بين المملكتين، والذي يشهد نموا مضطردا في مختلف المجالات بدعم وإشراف مباشر من قيادة البلدين الشقيقين. أنتهز فرصة زيارتي المغرب الشقيق بصحبة وفد رفيع المستوى يمثل منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لإطلاع أصحاب المعالي والسعادة في بلدنا الثاني على المبادرات النوعية والتسهيلات والإجراءات الجديدة التي تواصل حكومة المملكة العربية السعودية تطبيقها مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة وترجمة لمستهدفات رؤية المملكة السعودية 2030، لتمكين وتسهيل قدوم أكبر عدد ممكن من المسلمين حول العالم لزيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم بكل سهولة واطمئنان. الحضور الكريم، عقدنا اجتماعات مثمرة وبناءة مع أخي معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وناقشنا من خلالها سلسلة من الإجراءات التي سنعمل على تطويرها بإذن الله، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من الفرص لاستثمارها مستهدفين تمكين وتسهيل وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمين من المملكة العربية من المملكة المغربية للمملكة السعودية والحرمين الشريفين. كما نسعى من خلال لقائنا بأشقائنا في المغرب للوصول إلى المزيد من التكامل والعمل المشترك، وترجمة لذلك وقعنا قبل قليل اتفاقية ترتيبات نقل ضيوف الرحمن من المغرب بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشركة الخطوط الجوية السعودية، والتي سوف تسهم في رفع مستوى النقل الجوي مع ضمان ثبات الأسعار وتحسين مستوى الخدمات عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم ضيوف الرحمن، كما جرى العمل على جدولة الرحلات الموسمية من الآن. الحضور الكريم، ترحب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بضيوف الرحمن القادمين من المملكة المغربية، حيث يسرت وصول المعتمرين والزوار وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وذلك من خلال حزم من المبادرات التي نتشرف بتقديمها كافة الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، منها تمديد موسم العمرة إلى 10 أشهر خلال العام، وافتتاح مركز تأشير في المغرب والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات وتقليص مدة الحصول عليها إلى 48 ساعة، وأصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة الإقامة والتنقل بين مدن المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 3 أشهر بدلا من 30 يوما. كما أود أن نعلن لكم عن زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط الجوية العربية السعودية بنسبة 30% زيادة عن ما كان في الفترة الماضية، وكذلك زيادة كبيرة في الرحلات من شركة خطوط ناس في مواسم العمرة، مما سيسهم في تمكين وصول المزيد من الزوار والمعتمرين، مع زيادة تدريجية في الرحلات الخطوط السعودية إلى 68 رحلة شهريا، وزيادة رحلات طيران ناس من 4 إلى 7 رحلات أسبوعية، وخفض أسعار التذاكر الخطوط السعودية بنسبة تصل إلى 10%، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر من
إلى 69 كيلوغرام بدلا من 46 كيلوغرام بنسبة زيادة تصل إلى 50%. الحضور الكريم، امتدادا لحرص المملكة العربية السعودية على جعل رحلة ضيوف الرحمن أكثر يسرا وسهولة وتحقيق الأهداف المملكة 2030 عبر برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أعلن عن تدشين منصة ومعرض نسك في مدينة الدار البيضاء غدا، وذلك للتعريف بالتسهيلات الاستثنائية والخدمات المستحدثة للمعتمرين، وسيكون فرصة مواتية للقاء يجمع بين شركات العمرة والسياحة بين الدولتين لمناقشة وبحث فرص التعاون ووضع الحلول المشتركة التي تسهم في تحسين تجربة الزائر والمعتمر، حيث ستتيح المنصة للمستخدمين من اختيار خدمات السكن والتنقل وخدمات الطيران والحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة والأدلة الشاملة للمواقع التاريخية والإسلامية. في الختام، أود مرة أخرى أن أوجه الشكر والتقدير لمعالي أخي السيد أحمد التوفيق وزملائي الكرام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الغير مستغربة، مجددا ترحيب المملكة بزيارة الأشقاء بالمغرب بكل حفاوة وترحاب لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين وزيارة باقي مناطق المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.